بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طالبات العزيزات طالبات الصف الثاني الابتدائي. أهلا ومرحبا بكم في مادتنا الجميلة اللغة العربية. بارك الله فيكم. عزيزات الطالبات، نحن ما زلنا في الوحدة الثالثة وهي بعنوان وطني قطر. سوف نقوم اليوم بدراسة مهارة اللغويات، ولكن في بداية حلقتنا كما تعودنا لابد أن نقوم بقراءة رؤية مدرستنا. فرؤيتنا هي إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع عنوان محافظا على أخلاقه وقيمه ومستخدما للتكنولوجيا الحديثة. معنى ذلك أنه يجب علينا أن نتحلى ونتمسك بالأخلاق الحسنة والفضيلة التي أوصانا الله عز وجل في كتابه العزيز، مثل الصدق والأمانة والإخلاص وبر الوالدين وطاعتهما واحترام الكبير والعطف على الصغير وإلى غير ذلك من الصفات الحسنة. هذا بالإضافة إلى ضرورة استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية. عزيزات الطالبات، أيضا تعودنا في بداية كل حلقة لا بد أن نستمع إلى أنشودة الوحدة، وأنشودة وحدتنا هي قطر المجد. ما أجمل دولة قطر، جميعنا نحبها لأنها بلد الأمن والأمان، بلد العز والأمجاد. والآن عزيزات الطالبات، هل أنتم مستعدون؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. هيا بنا كي نستمع إلى أنشودة قطر المجد. افتحي معي الكتاب صفحة 118 وتابعي معي أثناء القراءة. ما أجمل هذه الأنشودة يا عزيزات الطالبات، يجب علينا جميعا أن نحفظها وأن نعمل بها، فقطر تستحق منا الأفضل، أليس كذلك؟ نعم. والآن عزيزات الطالبات، هيا بنا كي نتعرف على الموضوع الذي سوف نقوم اليوم بدراسته. سوف نقوم اليوم بدراسة
درس المفرد والمثنى. المفرد والمثنى، يا بنا كيف ننتقل إلى هذه الصورة؟ هيا بنا، يا ترى ماذا نشاهد عزيزات الطالبات في هذه الصورة؟ نعم، إنه ولد، ولد يشرب. ولد واحد أم اثنان؟ يوجد عندي في هذه الصورة ولد واحد، ولد واحد. إذن ولد مفرد أم جامع أم مثنى؟ نعم، طالما أنه واحد إذن مفرد. أما هنا فماذا يوجد عندي في هذه الصورة؟ يوجد ولد وولد. إذن ولد ولد ولدان، ولدان اثنان. نعم، ولدان اثنان. إذن ولدان مثنى، اثنان مثنى. أرأيتم؟ أما هنا ماذا يوجد في هذه الصورة؟ نعم، هذا طالب، طالب واحد. إذن هو مفرد، واحد مفرد. أما هنا ماذا يوجد؟ نعم، يوجد هنا طالب وطالب. إذن يوجد عندي طالبان اثنان، طالبان اثنان. إذن طالبان اثنان مفرد أم مثنى؟ أسمعك جيدا، مثنى يا معلمتي، أحسنتم. أما هذه الصورة فيا ترى من هذا؟ نعم، إنه لاعب، 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 لاعب واحد، واحد. إذن هو مفرد أم مثنى؟ نعم، طالما أنه مفرد لأنه واحد. أما هنا ماذا يوجد في هذه الصورة؟ نعم، يوجد عندي ولد وولد آخر. إذن يوجد عندي ولد واحد أم عفوا لاعب واحد أم لاعبان؟ نعم، يوجد عندي لاعبان، لاعبان اثنان. إذن لاعبان مثنى. وهنا أيضا يا ترى ماذا يوجد في هذه الصورة؟ نعم، إنها سيارة، سيارة. وماذا يوجد هنا؟ نعم، سيارة وسيارة أخرى. إذن كم عددهم؟ نعم، سيارتان اثنتان، سيارتان اثنتان. إذن سيارتان مفرد أم مثنى؟ المثنى هو ما يدل على اثنين، اثنين. وهنا يوجد اثنين، إذن سيارتان مثنى. نستخلص من ذلك عزيزاتي الطالبات أن المفرد هو ما دل على شيء واحد، على شيء واحد. أما المثنى هو ما دل على شيئين اثنين، شيئين اثنين. هنا لاعب واحد، أما هنا لاعبان اثنين، لاعبان اثنين. هنا طالب واحد، أما هنا طالبين اثنين، طالبين اثنين. هنا ولد واحد، أما هنا ولدان اثنين. إذن ولد مفرد، ولدان مثنى، مثنى. والمثنى عزيزات الطالبات يقوم بزيادة الألف والنون. لكي أعبر عن المثنى أقوم بزيادة ألف ونون على المفرد فتصبح معي مثنى. هكذا ولد، ولد. واو لام دال، قمت بكتابتها هنا، واو لام دال، وقمت بإضافة ألف ونون عليها لأن الألف والنون تعبران عن المثنى. والآن هيا بنا ننتقل إلى تدريبات الكتاب المدرسي.
هيا يا عزيزتي قومي بفتح الكتاب المدرسي صفحة 99. 99 النشاط رقم 10. النشاط رقم 10. وتابعي معي، أملأ الفراغ كما في المثال، وأميز بين المفرد والمثنى. يجب علينا أن نميز بين المفرد والمثنى. ذكرنا منذ قليل وقلنا أن المفرد يدل على الشيء الواحد، أما المثنى وما يدل على شيئين اثنين. هنا ولد واحد، واحد، أما هنا ولدان اثنين، ولدان اثنين. هنا أسد واحد، أسد واحد، أما هنا فماذا يوجد؟ اسمعك جيدا، أسدان اثنين، أسدان اثنين. من تقوم بكتابة كلمة أسدان؟ أحسنتِ، يوجد طريقة سهلة جدا يا معلمتي، أقوم بكتابة الكلمة المفرد هي كما هي، هكذا، قمت بكتابة أسد. الألف، السين، الدال، ثم بعد ذلك أقوم بإضافة الألف والنون، هكذا. أرأيتم؟ تصبح الكلمة أسدان اثنان، أسدان اثنان. ماذا فعلت أنا الآن؟ قمت بإضافة ألف ونون إلى كلمة أسد كي تصبح مثنى، لأن الألف والنون بتدلان على المثنى. ننتقل إلى هذه الصورة، ماذا نشاهد فيها؟ نعم، إنه حصان، حصان واحد، أما هنا فيوجد حصانان، اثنان، حصانان، واحد، اثنان. إذا يوجد عندي حصانان، من تقوم بكتابتها؟ تفضلي، أنت رائعة. أحسنت، قامت الطالبة المتميزة بكتابة كلمة حصان هي كما هي، لكن قامت بإضافة ألف ونون، أصبحت الكلمة حصانان اثنان، لأن حصانان بتدلان على المثنى. بارك الله فيكم. وهنا قلم، قلم واحد، إذن قلم مفرد، أما هنا فيوجد عندي قلم وقلم، إذن يوجد عندي قلمان، قلمان اثنان. من تقوم بكتابة كلمة قلمان؟ أحسنت، بطريقة سهلة جدا أقوم بكتابة يا معلمتي كلمة قلم كما هي، هي كما هي، أتلاحظون؟ نعم. ثم بعد ذلك أقوم بإضافة الألف والنون، لأن الألف والنون بتدلان على المثنى. ننتقل هنا، يا ترى ماذا يوجد في هذه الصورة؟ نعم، إنها بنت جميلة لكم تماما، بنت واحدة، أرأيتم؟ واحدة، أليس كذلك؟ بنت واحدة، أما هنا فيوجد بنتان، بنتان اثنتان، بنتان اثنتان، أرأيتم؟ نعم، إذن بنت مفرد، أما بنتان مثنى. وهنا قطة، قطة مفرد، أما المثنى يوجد هنا قطة وقطة، إذن أحسنت، أسمعك جيدا، قطتان، قطتان، كيف أقوم بكتابتها؟ أحسنت، أقوم بكتابة الكلمة هي كما هي يا معلمتي، لكن هنا ملحوظة صغيرة يا بنياتي، ما هي هذه الملحوظة؟ أنه إذا انتهت الكلمة بالتاء المربوطة،
أرأيتم هذه؟ ما هذه يا طالباتي؟ نعم، تاء مربوطة، تاء مربوطة عند تسمية الكلمة التي انتهت بالتاء المربوطة نقوم بفتحها هكذا، نقوم بتحويلها إلى تاء مفتوحة، ونقوم بإضافة الألف والنون كما تعودنا، كما تعودنا نقوم بإضافة الألف والنون. اصبح الكلمة قطتان. أرأيتم ماذا حدث الآن؟ قمت بكتابة حرف القاف وحرف الطاء، لكن حرف التاء المربوطة إذا انتهت به الكلمة المفرد عند تحويلها لمثنى أقوم بفتح هذه التاء، لابد أن أفتحها، ثم بعد ذلك أقوم بإضافة الألف والنون. هيا بنا ننتقل إلى هذه الكلمة لكي يتضح لي الأمر أكثر من ذلك. ماذا يوجد في هذه الصورة؟ نعم، إنها زهرة واحدة، زهرة واحدة. أما هنا فيوجد عندي زهرة واحدة وزهرة ثانية، إذا زهرتان اثنتان، زهرتان اثنتان. هيا من تقوم بكتابتها؟ أحسنت يا طالبتي. ماذا نفعل في التاء المربوطة هذه؟ نعم، نقوم بفتحها يا معلمتي، لأننا قد عرفنا أن الكلمة المفرد إذا انتهت بالتاء المربوطة عند تحويلها إلى مثنى لابد أن نقوم بفتح التاء المربوطة وتصبح تاء مفتوحة، ونقوم بإضافة الألف والنون فتصبح الكلمة زهرتان اثنتان. بارك الله فيكم. أما هنا، ما هذه الكلمة يا ترى؟ أسمعك جيدا، مسطرة، مسطرة. أحسنت، من تقوم بتسميتها؟ أحسنت، هذه مسطرة وهذه مسطرة. إذا يوجد عندي، بارك الله فيك. هيا يا حبيبتي قومي بكتابة الكلمة بعد تسميتها. أراكم على خير بإذن الله تعالى في درس جديد من دروس لغتنا الجميلة، لغتنا العربية. والسلام عليكم ورحمة الله.